السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو اليوم إن شاء الله راح نسوي الكيكة المخملية أو الريد فيلفت. تابعوا الوصفة. بالبداية راح نحتاج كوب من الحليب السائل حتى نسويه حليب رائب أو باتر ميلك، ونخلي عليه ملعقتين طعام من عصير الليمون ونتركه على جهة لحد ما يتروب. هسه راح اجهز القالب. طبعا فتحت الفرن بالبداية على درجة حرارة 180، امسح القالب بالزبدة وارشه بالطحين واتركه على جنب. بعدين راح ابدي انخل المواد. راح احتاج كوب طحين، هذا الكوب القياسي راح انخله، وبعدين راح اخلي ثلثين من الطحين، هذا الكوب اللي مكتوب عليه 1/3 اللي هو الثلث، راح اخذ منه 2 طحين، يعني صار عندي كوب وثلثين. راح انخلهم كلهم سوا، بعدين اخلي هاي الملعقتين القياسية تعادل ملعقة مال طعام، ملعقتين كاكاو بودرة، وملعقة مال كوب صودا، وملعقة كوب ملح. اخلط هاي المواد كلها سوية واتركها على جهة. بعدين عندي هنا نصف كوب من الزبدة بحرارة الغرفة، راح اخلي عليها 1.5 كوب من السكر او الشكر، هذا 1.5 كوب. هسه راح اخفقها شوية لحد ما يمتزج الزبد ويا السكر. لما يكون بهذا الشكل ارجع اضيف بقية المواد. راح احتاج بيضتين، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، نخلط سوا بس حتى نمزج المكونات. بعدها اضيف 1 كوب من الزيت النباتي، راح اخلي عليها 1/2 كوب خل ابيض، وملعقتين كوب فانيلا سائلة، او تقدرون تخلون فانيلا اللي هو الكيس، كيس كامل. نبدي نخلط المواد كلها سوا. ارجع راح اخلي الحليب اللي روبته ورا ما تركته ربع ساعة وبدأ هالشكل يصير بيه قطع مثل اللي يقطع، هسه راح اضيفه على المكونات الباقية. بعدين ورا ما خلطته شوفوا ضفت مزيج الكيك اللي هو الطحين والكاكاو، تغير اللون. اخر شي اضيف الملون الغذائي اللي هو مقداره 1/2 كوب لون احمر. شوفوا اللون شو راح يبدي يتغير شوية شوية. اخلط شوية مو هواية بس حتى يمتزج اللون كله، وبعدها راح اصبه بقالب الكيك.